السلام عليكم خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كديري مع هاد الصعودات؟ يا كلشي مزيان، كلشي بخير. مرحبا بالناس الجداد والناس القدام معايا في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وشكرا لكم بزاف بزاف على الكومونتير ديالكم، على التعاليق ديالكم الزوينه لهلي خطيكم عليا. قولوا لي خواتاتي كاين شي وصفات ولا لا؟ ولا ايوا، المهم البنات، بغيت غير هذا الفيديو، هذا بغيت نديرو فيديو توضيحي البنات اللي كيكتبوا لي في التعاليق. كنشوف التعاليق والله الا كنبقى نضحك. كيقولوا لي انت كتكذبي علينا، كتكذبي على الناس، هاد الوصفات عندك غير هضره، انت راكي بيضه بحال الشميعه وكتقولي للناس راني هاد الوصفات هما اللي كيقضيو ليا. والله ملي كنشوفهم كنبقى نموت بالضحك. المهم خواتاتي، انا غادي نوقف، انا خارجه مسخره غير هنايا حدا الدار، خليت بناتي ناعسين معاهم باهم، وخارجه مسخره وبالضروري غادي ضروري غادي نهضر مع البنات ونوضح ليهم باش ما يبقاوش غالطين فيا، ربما ما يكونوش عارفين، حيت الواحد ما كتعرفي حتى كتعاشريه. هادشي اللي كاين خواتاتي، وما تبقاوش تحكموا على الناس، حتى تجربوا وتعاشروا الانسان وتعرفوا عاد فاش تحكموا على الناس. يعني مش تجي وتحكمي على الناس كتكذبي، راه هادي راه هادي حشومه. انا كنبين لكم وجهي، كنبين لكم وجهي في القناه، ماشي عاطيكم غير ايديا وصافي. انت يلا دوز اسيدي انت الاول. هانت لكم البنات، انا عاطيكم وجهي وعاطيكم، يعني كنبين لكم داري ووجهي وكلشي، ماشي كنبين لكم غير الوصفه وايديا وصافي. لا يعني كتشوفوني كلي علاش نكذب عليكم؟ انا دائما غنبقى معكم في القناه، ماشي غادي نبين لكم وجهي عليهم وغادي نغبروا. هادشي ملي كنشوف التعليق ولا كنبقى نموت بالضحك. انت شفتي الوصفه، خديها جربيها وعاد حكمي، جربيها عاد حكمي. يلا ولدي سير سير سير، خولنا الطريق سير. واش غنقول لكم البنات؟ الله يهدي ما خلق، شي اللي غنقول لكم الله يهدي ما خلق وصافي. فاش الانسان كيحكم عليك كتكذبي وانتيا الله يهدي ما خلق البنات وصافي، لحقاش الانسان كيحكم عليك كتكذبي وما كيعرفكش ما معاشركش. هادشي اللي كاين الله يهدي ما خلق وصافي. المهم انا غادي نوقف باش غادي ناخذ راحتي ونهضر معكم على خاطر خاطري، ونوضح لهذوك اللي تيقول لي راكي انت بيضه وكتكذبي علينا. وانا واخا بيضه، لا انا راه انا بشر ماشي ملاك، انا راه البشره ديالي كتشد فيا الشمس، انا كنتحرك بالبحر كنتحرك بالشمس، ملي كنحمل الداس ديالي كتولي فيها الكلف فيها وجهي حتى هو، راه ماشي انا ملاك هكا نسمت، انا غير بشر بحالي بحالكم، راه غير التهلو هو اللي كيخلي المراه كيخليها كتشعل وبيضه كتشقشق. راه حتى البنت السمراء الا كانت كتهلا في راسها ما يكونوا عندها لا تسبغات لا حتى شي حاجه، راه اي وحده تهلا في راسها، راه شوفي غير دارك، غير دارك الا ما تهليتيش فيها وبقيتي دائما كتخمليها ودائما كتسوسيها ودائما كتصيقيها وتحكيها، راه غادي توسخ. خاصك تداومي على الشقه وتداومي على النظافه وتداومي على سميتو باش تبقى دارك دائما تشعل. ورا كذلك المراه حتى هي خاصها تهلا كما كتهلا في راسها وكتهلا في دارها وكتهلا في وليداتها، راه خاصها تهلا حتى في راسها وتداوم على الوصفات وتداوم على التبريمات، داكشي كيبغي المداومه. المهم خواتاتي، انا دابا غادي نوقف باش نهضر معكم على خاطر خاطري، لحقاش الشارع عامر شويه. ايوا البنات هادشي اللي كاين. المهم اش غنقول لكم؟ الله يهدي ما خلق وصافي. هادشي اللي كاين. المهم خواتاتي، انا وقفت باش غادي نهضر معكم على خاطري، بغيت غير نجاوب البنات الناس اللي كيكتبوا لي في الكومونتير وكيقولوا لي ما تبقايش كذبي على الناس، انت اصلا بشرتك بيضاء، انت اصلا دايره بحال الشمعه، يعني البشره ديالك بيضاء، ما تبقايش تكذبي، هذيك غير هضره خاويه، هاد الوصفات وهاد التبريمات راه ما كيعطيو حتى شي نتيجه. عاد ترى ملي كنشوف بحال هاد لي كومونتير والله الا كتجيني الضحكه قسما بالله العلي العظيم. شوف اختي، جربي
جربي هذا حكمي، والوصفات الطبيعيه راه كيبغيو المداومه. انا راه ما كنقولش لكم في الوصفات ديالي، ما كنقولش لكم ديروهم بالليل ونهار راه غتولي هكا كتشعلي. دائما تنقول لكم داوموا داوموا الوصفه، راه ماشي شي حاجه اللي هي بوتوكس غديريه غادي ينفخوك في البلاصه، ولا مثلا شي حاجه اللي غادي ديريها بالليزر غادي تبيضك في البلاصه، ولا شي حاجه اللي غديريها شي برودوي اللي غديري الجسم ديالك غيبيضك في البلاصه ومن بعد غيرجع لك بالمضره. راه كنقول لكم الوصفات الطبيعيه كيخصك تداومي عليهم، سواء تبريمات ولا زيوت ولا الوصفه ديال الشعر ولا اي وصفه خصك تداومي عليها عاد تشوفي النتيجه. والبنات اللي كيقول لي انت راه كيبيضه وكتكذبي على الناس، شوف خواتاتي حتى انا راه بحالي بحالكم، حتى انا راه كنحمل وكنولاد، كتولي فيا حتى انا الكلف في الجسم ديالي، كتولي عندي الزروقيه، كنهمل راسي. انا راه 9 شهور راه عام، قول عام كاع ملي كان 9 شهور، وعاد كنزيد على 3 شهور ديال النفاس وديال الولاده وديال التربيه، ما كنبقى ندير الجسم ديالي والو، لا تبريمات لا ماسكات لوجهي لا زيوت لا حتى شي حاجه. كيجيني الوحم صعيب، الحماله صعيبه، الولاده صعيبه، كنولد سيزاغيان، يعني كتجيني ديك الفتره ديك العام كله كندوزو يعني غير مشطونه مع الحماله ومع الولاده. الله يسمحنا من الوالدين، هذا ماشي موضوعنا، ولكن ما كنبقاش نتهلا فراسي، ما كنبقاش ندير الوصفات، حتى انا كتولي فيا الزروقيه في العنق ديالي، كتشد فيا الشمس، كتولي فيا الكلف حتى انا في صدري، كيولي فيا الكلف في الكرش ديالي، وجه ديالي حتى انا كيولي في النقاط بحال غادي يكلف ليا، وما كنبقى ندير حتى شي حاجه. كتشوفيني كنولي حالتي، تقولي هذه عمرها ما دارت الوصفات، عمرها ما دارت تبريمات، عمرها ما تهلات فراسها. ولكن غير كندوز ديك 3 شهور مورا الولاده كنعاود نتوقد ونمشي عاوتاني للحمام، وكندير التبريمات، كندير الماسكات، كندير الزيوت الكرش ديالي، الصدر ديالي، الزيت ديال الوجه ديالي، وكنرجع كنتهلا فراسي باش كنبقى محافظه على داك شويه ديال البيوض ديال اللي عطاني الله سبحانه وتعالى. الحمد لله انا ماشي بيضه يعني شهبه وبيضه وبلقه كما كتقولوا، انا اللون ديالي يعني عادي، بيوضيه عاديه، ولكن كنزيد كنتهلا فراسي، كنتهلا فراسي وكنعتني براسي باش كنبان لكم راني بيضه. واش بغيتوا انا كنعطيكم الوصفات وما تبانش عليا النتيجه؟ راه ما يمكنش، راه فكروا غير مع راسكم. انا براسي الا شي بنت عندها قناه مثلا، اولا شي مرا عندها قناه وكتعطي الوصفات، والوجه ديالها فيه شويه الكلاف، العنق ديالها فيه تصبغات، هنايا المرافق ديالها كحلين، راه من طبيعه الحال غنقول راه هذه الوصفات ديالها ما زوينينش. علاش؟ كو كانوا زوينين غيعطيو فيها النتيجه هي الاولى، وراه هي بعدا كتشقشق وكتشعل عاد تجي تعطينا الوصفات. يعني فكروا غير مع راسكم، راه ما يمكنش وحده ما كتهلاش في راسها، ما كديرش الوصفات، ما كديرش سميتو، وغادي تعطيكم الوصفات نتومايا وهي ما كديرهمش. خاص تكون باينه على النتيجه. راه واخا انا ربي عاطيني واحد شويه البيوديه راه كنتهلا في راسي، راه العائله ديالي عارفاني، خواتاتي كلشي عارفيني، كنتهلا في راسي باش كنزيد كنعطي واحد الجماليه للنفس ديالي، للبشره، الوجه ديالي، باش كنبان دائما كنشقشق. نعطيكم غير مثال البنات، دابا مثلا شي مرا عندها واحد مليون ولا جوج المليون، عطاها الله داك الرزيق ديك المليون ولا جوج المليون، نعطيكم غير مثال بسيط. مشات هي بركات ياك، مشات بركات ما خدماتش على داك جوج المليون ولا داك المليون، خلاتهم ما خدماتش عليهم، كتبقى دائما عندها غير هذيك البركه قليله ياك، ما كتزيدش ما كتكبرش ما كتطورش. اما الا كانت لالا ومولاتي ومراه حره، كتهز هذوك الفلوس كدير بهم واحد المشروع ولو غير من دارها، ولو كدير واحد المشروع وكتزيد كتكبر دوك الفلوس، وكيوليو ملايين على ملايين على ملايين، حتى كدير كاع داكشي اللي كتحلم به وكتمناه. يعني ها هي ربي عطاها واحد شويه وهي زادت خدمت عليه وطوراته وكبراته. وانا عطيتكم غير مثال، وانا كذلك انا، ان الله عاطيني واحد شويه البياض، يعني انا بيضه ما سمراء ما بيضه، عاديه بيضيه عاديه، ماشي شهبه بلقاء زعره لا، ولكنها كانت هلا فراسي، كانت كندير الوصفات الطبيعيه، كندير التبريمات، كنعتني بالجسم ديالي، الزيوت، هادشي اللي كاين خواتاتي. راه انا قسما بالله العلي العظيم راه ما كنبغيش نحلف في البنات، والله ما كنبغي نحلف، ولكن كنضطر. عرفتوا كان واحد البنت راه قريبه مني بزاف، ما غنحتاجش نقول لكم شكون هي، كتجي عندي للدار وكنمشي لعندها وكلشي، حتى هي مجوجه ووالده. عرفتوا راه بلقى شهبه بحال الكاوريه هكا كدير، بلقى 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 شهبه، وعندها شويه ديال الكلف هنايا مع الشمس، عندها شويه ديال الكلف هنا، وعندها تصبغات هنايا وهنايا في المرافق وفي الركابي. قسما بالله العلي العظيم ملي كتشوف التبريمات ديالي
ولات كديرهم، وانا كما قلت لكم راه كتجي لعندي وكنمشي عندها وكنشوفها، وهي بيضه زوينه ولكن عندها تصبغات في العنق في الوجه وملي ولات كدير هاد التبريمات هادو ديالي الحمد لله بقات كتبعهم سيمانه على سيمانه، وقالت لي سير الله يرحم لك الوالدين. عرفتوا دابا كي ولات راه ولات بحال الشميعه، ولات هكا كدير، يعني زاد طورات داك البيض ديالها وداك الجمال ديالها، زاد تهلات فيه طوراتو. انا ماشي خواتاتي وجربوا جربوا ديروا، ماشي غير جيو تكتبوا بحال واحد البنت. يلا حطيت غير دابا واحد جوج سيمانات حطيت هذيك الوصفه ديال الكركاع وديال العرعار، وقالت لي راني جربتها وما عطاتنيش نتيجه. شوف اختي الوصفات الطبيعيه راه ماشي غادي ديريهم سيمانه جوج وغتقولي راه ما عطاونيش النتيجه، الوصفات الطبيعيه كيبغيو المداومه، داومي شهر شهرين. شي حتى التبريمات راه خاصك ديريهم كل سيمانه، ومن بعد واحد 3 شهور عاد تبقاي ديريهم مره في 15 يوم، عاد تبقاي ديريهم مره في الشهر. بحال دابا انايا كنت كنديرهم دائما، يعني من صغري راه معروف عليا انا في العائله ملي كانت عندي 18 عام وانا كندير عز عليا هادشي ديال التخلاط وندير الوجه ندير الجسم ديالي. دابا وليت كندير مره في 20 يوم مره في الشهر كندير التبريمه، يعني ماشي كل سيمانه. حيت عرفتوا البنات راه واحد التعاليق كنشوفهم تقريبا شي جوج تعاليق ولا ثلاثه اكثر كاع من ثلاثه، كيقولوا لي شوفي شي وحده سمراء وطبق عليها الوصفه. منين اختي غنجيب لك هاد البنت السمراء؟ قولي لي منين. انا بناتي شويه بيضات ماشي بزاف، جيب لي شي وحده تكون سمراء تبارك معايا ونتهلا فيها وندير ليها الوصفات وندير ليها التبريمات وغيتوحد ليها اللون، غتولي شوكولاتيه وترجع السموري ديالها. قسما بالله راه كنشوف شي بنات وشي عيالات كيكونوا سمرات يعني عاديين، السمر السموري ديك الشوكولاتيه الزوينه، ومساكن تيكون عندهم الكلف بزاف هنايا وفي العنق ديالهم وداك الكلف كحل وهي سمراء، كتولي كيغمق ليها اللون ديالها كتولي حالتها. والله الا شحال شحال من وحده كنتلقى معاها حكا في شي مارشي ولا في شي سوق ولا في شي حاجه، وكنبداو بحال هكا كنهضروا وكنقول ليها كنعطيها الوصفات في سبيل الله. قسما بالله العلي العظيم راه يقدروا كاع يكونوا، حيت كنعطيهم حتى القناه ديالي غيقدروا كاع يكونوا كيشوفوني وكتبوا لي هما في التعاليق. كاين اللي ما كتسولني ما ولا كنشوف وجهها حالته كنقول لها اختي نصحك ها ليك خو اللي غديري ديال الشمس، ها الوصفه اللي غديري في سبيل الله. بعد حتى اللي ما شافتنيش في القناه تقول الله يرحم الوالدين والله يجازيها بخير، رحمه الوالد راه فيها كل شيء. هادشي اللي كاين اخواتاتي، وما تبقاوش تحكموا على الواحد غير هكاك حتى تشوفوا ويعني حتى تشوفوا وتعاشروا. انا ما عمركم ما شفتوني مباشره، عمركم ما يعني عمركم ما عشرتوني وغتحكموا عليا راه كنكذب عليكم، راه ما يمكنش. ما عرفتش ما بغيت نقول لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بغيت نقول لكم حاجه وحده، انا دابا في القناه راه ماشي من دوك النوع اللي القنوات اللي كنبين غير ايديا وكنبين الوصفه، كنبين الوجه ديالي كنبين داري كنبين راسي كلي، وغادي نكذب عليكم راه ما يمكنش. راه داكشي اللي كنجرب وكيعطيني نتيجه غادي نعطيه لكم. راه شحال من وحده كتقول لي شي وصفه كنقول لها اختي سمحي لي راني ما عارفاهاش، يعني ما مجرباهاش، ما يمكنش ليا نعطيها، ما يمكنش ليا نحطها في القناه، ما يمكنش ليا نقولها للناس. باش راه الموت والحياه في الدنيا، نقدر ما عرفت الله يطول لي عمري البنيات ونكبرهم، ما عرفت امتى غادي توصل الوقت ديالي ونموت والناس يبقاو يقولوا هذه كتعطي هذه الحاجه كتعطيها بالكذوب والله ينعل ليها الوالدين. والله اللهم الواحد يقول لك الله يرحم الوالدين والله يجازيك بخير وكيبقى يدعى معاك، وشكرا لكاع الناس اللي كيدعوا معايا في الكومونتير كيقولوا لي الله يجازيك بخير والله يرحم لك الوالدين، حتى نتوما الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين والله يعطيكم كل ما كتمناو. المهم خواتاتي انا راه جاني الصاد في الطوموبيل مع موقفه، يعني ما دايروش لا امارش وما مخدماش الكليمه، جاني الصاد غادي نطلع دابا عند بنياتي. هادشي اللي كاين هذا هو الفيديو ديال اليوم، هذا غير فيديو توضيحي، راه الواحد خصو يتهلا في راسو، انا بيضه ولا سمراء ولا خصك تهلاي في راسك باش تبقاي دائما زوينه. حتى انا دابا عطيوني غير واحد 4 شهور ولا 5 شهور ما نبقاش ندير الوصفات ما نبقاش ندير التبريمات وندير لكم فيديو وتشوفوا وجهي كيفاش غادي يولي. حتى انا راه بحالي بحالكم، حتى انا راه هملت راسي ونقيت شاليت في راسي، راه كنولي حالتي كيولي وجهي فيه التصبغات ديال الشمس، كيولي عندي واحد البقع هنايا بحال شكل النمش، كيتولي العنق ديالي كيولي بحال الا درت غير شي سلسله ديال البلاكيور، عرفتوا راه العنق ديالي كيولي حالته واخا ندير غير نهار واحد العنق ديالي كيولي كحل وكيولي فيه واحد الزروقيه حالته، عرفتي كيولي ما تشوفوش فيه.
راه ضروري البنات خصنا تهلاو في روسنا، سواء صغيره ولا كبيره ولا متوسطه ولا مجوجه ما مجوجاش، كيما كنتي خصك تهلاي في راسك باش تبقاي دائما زوينه ودائما تباني نواره ودائما تباني شابه ودائما تباني هكا كديري قدام راجلك ووليداتك. المهم خواتاتي هادشي اللي كاين، السلام عليكم، تهلاو ليا فراسكم، تهلاو فراسكم بزاف. ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الوصفه طلبتها لي واحد الاخت، غادي نحطها لكم ان شاء الله في الفيديو اللي مورا هذا. خليتكم على خير، السلام عليكم.